المؤلف رحمه الله التأنيث. بسم الله رحمه الله. علامة التأنيث تاء أو ألف، وفي أسان قدروا التاء كالكتف، ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصوير، ولا تلي فارقة فاعولة، أصول المفعال والمفعيل، كذاك مفعل وما تليه، فالفرق من ذي فشذوذ فيه، وبفاعل كقتيل لنتبع، موصوفه غالبا التاء تمتنع، وألف التأنيث ذات قصر، وذات مد النحو أنثى الغر، والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن أوربا والطولا ومرطا، وزن فعل جمعا أو مصدرا أو صفة كشبعا وكحبارا سمها سبطرا، ذكرى وحف ثامع الكفر، كذاك خل طامع الشقارا، وعزول غير هذه استندارا، لمدها فعلاء أفعلاء مثلث العين وفعللاء، ثم فعال فعل لا فعولا وفعلاء فعليا مفعولا، ومطلق العين فعفسا ومطلق العين فعال وكذا، مطلق فاء فعل وأخي سبحان الله. قال رحمه الله: التأنيث والتذكير. قالوا: الأصل التذكير، لأن التأنيث يفتقر إلى علامة، التذكير لا يفتقر إلى علامة. ما لا يفتقر أصل لما يفتقر. الدليل آخر: كل مؤنث ومذكر يطلق عليه شيء، وشيء في نفسها مذكر. قال رحمه الله: علامة التأنيث تاء أو ألف، والتاء تاءان، تاء متحركة تكون في آخر الاسم، وتاء ساكنة تكون في آخر الفعل الماضي، تاء تاءان. والتاء أوضح، لأنها لا تلتبس بغيرها، الألف تلتبس، قد تكون مقصورة أو ممدودة، وقد تكون المقصورة أصلية، وقد تكون للإلحاق، وقد تكون للتكثير، فأربعة مجموعة أربعة بخلاف التاء لا تلتبس بغيرها. أنا أقول علامة التأنيث تاء، ولذلك سبق قدمها ابن مالك كما هو منهجه، يقدم الكثير، يقدم الراجح، يقدم الأصل. على التأنيث تاء أو ألف. وفي أسامي قدروا التاء، أسامي جمع جمع، تقول اسم وتقول أسماء وتقول أسامي. وفي أسامي قدروا التاء، ليست فيها تاء ولكننا نقدرها، كالكتف، تقول هذه كتف أو كسرت الكتف، يعرف التقدير بالضمير، يعود الضمير عليها، نحو النار أعاذنا الله منها، لهم فيها دار الخلد. وكذلك تأنيث فعله: ولما فصلت العير، نقدر التاء لأن فعله أنث أو خبره، مثل هذه جهنم، قصدي الإشارة إليها، مثل هذه جهنم، والحرب مدمرة خبره، أو بدت الحرب مدمرة حاله أو ضميره أو فعله أو الإشارة إليه أو الحال منه أو وصفه، وبيل معطلة وقصر مشين، البيل مؤنثة، أنا أقول. ويعرف التقدير للضمير ونحوه كالرد في التصير أو إعادة التاء في التصير، كقولك في عين عيينة، وفي أذن أذينة، وفي سن سنين، إعادة التاء عند التصير، عند التصير. قال رحمه الله: وكذلك سقوطها من عدده، وهو مهم، سقوطها من عدده. قال: أرمي عليها وهي فرع أجمع، وهي ثلاث أذرع وإصبع، يصف قوسا. قال: أرمي عليها وهي فرع أجمع، وهي ثلاث أذرع، عرفنا أن الذراع مؤنثة، لأن التاء سقطت من عددها. قال: ثلاث أذرع، لم يقل ثلاثة أذرع، ويصبع ورها، سقوطها من عدده يدل على أن المعدودة مؤنثة. قال رحمه الله: ولا تلي فارقة فعولة، أصلا فعول الأصلية، وهي التي معناها فاعل، لا تليها التاء فارقة، فتقول: رجل جسور وامرأة جسور، ورجل صبور وامرأة صبور، هذه
الأصلية، فعول الأصلية، أما فعول غير الأصلية التي معناها مفعول فإن تليها فارقة للمؤنث، فتقول ركوبة وحلوبة، واضحة؟ هذه فعول بمعنى مركوبة ومحلوبة، فالفعول هنا ليست على بابها بل هي معناها مفعول، ولذلك ولي التاء. ومفهومه أن التاء تليها غير فارقة، نحو رجل، امرأة ملولة، هذه المبالغة، ليست للتأنيث، واضحة؟ وامرأة فروقة شديدة الخوف، هذه المبالغة. المهم أن التاء لا تلي فعول الأصلية وهي للتأنيث، فقد تليها وهي غير أصلية، وقد تليها وهي لغير تأنيث، واضحة؟ فعول والمفعال كذلك، المفعال لا تليها التاء، تقول رجل من حار وامرأة من حار ومفعيل، امرأة من عطير ورجل من عطير، ولا تلي فارقة فعولا أصلا والمفعال والمفعيلا، كذلك المفعل تقول رجل مغشم وامرأة مغشم ورجل مدعس وامرأة مدعس، هذه لو زال الأربعة لا تلي التاء فارقة. وما تليه كالفرق مني فالشذوذ فيه، إذا جاءتك التاء للفرق فهذا شاذ، سمع من كلام العرب امرأة مسكينة، مرحبا هسا امرأة مسكينة هذه، وتقول عدوة، قالوا عدوة ومسكينة، الأصل أن تقول امرأة مسكين لأنها مفعيل، وسمعت الأصل سمع امرأة مسكين، وقالوا عدوة حملت على صديقة، صديقة تأتي صديقة اسمها الأوزان، تقول رجل صديق وامرأة صديقة، فقالوا رجل عدو وامرأة عدوة حملا عليها، أظهر؟ نعم. أنا أقوله ولا وما تليه تالفرق من ذي فشذوذ فيه، وكذلك فعيل إذا تبعت موصوفها وكانت على بابها وهي التي معناها مفعول لا تليها التاء فارقة، تقول مرت بمرأة جريح وبرجل جريح، ومرت بمرأة قتيل وبرجل قتيل، هذه إذا كانت قتيل على بابها، فإن كانت قتيل فعيل بمعنى فاعل تليها، مثل رجل رحيم وامرأة رحيمة، ورجل قدير وامرأة قديرة، لأنها بمعنى فاعل، وشد قولهم خصلة ذميمة مذمومة وصفة حميدة، فعيل جاءت على بابها بمعنى مفعول وجاءت التاء شاذ، واضح؟ فإن لم يسبقها موصوف لا بد من التاء، تقول مرت بقتيلة حتى لا يوان أنه رجل، ولذلك قال ابن مالك ومن فعيل كقتيل إن تبع موصوفه غالبا التاء تمتنع، التاء هي الأصل في التأنيث، والأصل فيها أن تكون للفرق بين المذكر والمؤنث في الصفات، أما في الأسماء فلا يقع ذلك، الأسماء لا يقع لأنها لا تلتبس، تقول ناقة وجمل، وتقول نعجة وكبش، وتقول معزى وتيس، في الصفات نحتاج إليها، تقول كاتب وكاتبة ونائم ونائمة، هذا صفية. وجاءت قليلا للفرق بين المذكر والمؤنث في الأسماء، سمع من كلامهم غلام وغلامة وفتى وفتاة وامرؤ وامرأة وحمار وحمارة وأسد وأسدة ورجل ورجلة وهو أغربها، تقول هند رجلة عاقلة لا شيء فيها عربية ما فيها شيء، نعم رجلة شيخ رجلة ولا رجلة، رجلة تقول هند رجلة كريمة تعني رجل وهي غريبة، واضح؟ قال بعضهم وإنسان وإنسانة، وقال بعضهم عامية ليست عربية، هذا قوله. ثم قال هذا الأصل فيها، وتأتي لأغراض أخرى، التاتي لأغراض أخرى، تأتي للفرق بين الجمع والمفرد في أسماء الأجناس كتمر وتمرة وسدر وسدرة، وتأتي للمبالغة كراوية، وتأكيد المبالغة كعلامة ونسابة، وتأتي للتعويض عن محذوف كزنديق وزنادقة، وتأتي للتعويض عن فاء الكلمة خاصة كصفة وعدة وزنة، جاءت عوض عن واو وزنة تقول زينة، سقطت واو جاءت تاو،
نعم وصفة. وتتيع عوضا عن العين في أقام إقامة واستقام استقامة، العين سقطت. وتتيع عوض عن اللام في سنة ومئة وكلة كلية كلة كلية رئة 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 ليس كلية رئة. وأيضا نعم لا يقال اسم مصدر لكن مصدر ليس فيه مصدر ليس اسم مصدر عيدتان هذا مصدر ليس اسم مصدر طالما انه جاء التعريف هو مصدر اسم مصدر ما ساوى المصدر في معناه وخالفه بخلوه لفظا وتقديرا من بعض حروف الجر دون تعويض فاذا عوض صار مصدر انا قوله الا قلنا وتاتي كذلك تاتي للتكثير كنعجة تأتي تكثير كبلدة وقرية وتأكيد التأنيث كنعجة تأنيثها مفهوم من لفظها لكن جاء التالي تأكيد التأنيث نعجة أه؟ هذه بعض معانيها التاء انتهى منها نعم دخل في الألف والألف ألفان ألف مقصورة كغضبة وشبعة وألف ممدودة وهي التي جاءت قبلها ألف لغرض المد فانقلبت هي همزة وهي صحراء صحراء ألف التأنيث هي الهمزة الأولى مد فقط سبقتها فقلبتها همزة وبيضاء ألف التأنيث هي الثانية التي انقلبت همزة أنا قوله وألف التأنيث ذات قصر وذات مد نحو أنثى الغر أنثى الغر غراء والاشتهار في مباني الأولى لها 12 وزن مشهورة يبديه وزن وربا داهية فعلا والطولا فعلا أبوه والطولا ومرطا نوع من المشي مرطا فعلا وزن فعلا مصدر كدعوة أو صفة كقتلى أو جمع كجرحى فإن كانت بغير الثلاثة تحتمل أن تكون للحاق وأن تكون للتأنيث نحو تترى وعلقى من قال من قال هي ألف تأنيث قال ثم أرسلنا رسولنا تترى منع من الصرف ومن قال هي للحاق قال تترا لأن ألف الحاق لا تمنع الصرف إلا إذا كانت مع العالمية كما مر بكم خلاص قال رحمه الله وما يصير عالما من لألف زيادة الإلحاق فليس ينصرف نعم قال ماذا قال ذلك والاشتهار يبديه وزن غرباء والطولة ومرطة وزن فعلى جمعة أو مصدرا أو صيلة وكحبارة فعالة سمانة نعم خبر ثم اسم الباطل فعلى اقرأ سبطرة فعلى فعلى سبطرة نعم المشي نعم نعم ذكرى فعلى نعم حثيثة اسم الحث حثيثة فعيلة اقرأ كفرة وعاطلة كفرة فعلة نعم خليطة صار قوم خليطة خليطة فعيلة نعم شقارة نبت شقارة فعالة نعم وعزو لغير هذه استندارة يعني هذه الأوزان المشهورة 12 وقال يأتي غيرها مثل خيسرة فعلة اسم للخسارة